تقدم ملحوظ للجيش في مناطق مهمة شمال وغرب مدينة تعز في سياق خطة العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقتها قيادة محور تعز بهدف كسر حصار ميليشيا الحوثي. التفاصيل الأخيرة للمواجهات أكدت قيام الجيش بشن هجوم واسع على مواقع لميليشيا الحوثي. وفق تقارير إعلامية فإن كثافة المواجهات تمت في شمال معسكر الدفاع الجوي ومناطق عصيفرة وغراب والحوجلة والهشمة، وهي المناطق التي تقع في شمال غربي المدينة والتي تهدف العملية العسكرية لتحريرها. وتفيد تلك التقارير عن تدمير عدة آليات عسكرية للميليشيا بالإضافة إلى مقتل قيادات حوثية بارزة. بحسب قائد محور تعز سمير الصبري فإن الجيش يتقدم بخطى ثابتة وسط تراجع وانهيار في صفوف الحوثي، وقد أكد الصبري السيطرة على مواقع مهمة تتحكم بالجزء الشمالي والغربي للمدينة، وتأتي هذه العملية وفق قائد المحور كرد على هجمات ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومواقع الجيش. العملية العسكرية التي أدت إلى السيطرة على تبة القارع وتبة حميد عبده ومواقع أخرى تواجه عوائق كثيرة، في مقدمتها شبكات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا. وتبدو العملية العسكرية الأخيرة وفق عسكريين محدودة الهدف بكسر جزئي للحصار وسط دعم معنوي خجول من الشرعية، وفي ظل عدم وجود الإسناد الجوي من التحالف، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام الرياض بنجاح أو فشل هذه المعارك. أما ميليشيا الحوثي فترد كعادتها بقصف الأحياء السكنية.